السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك في أراضي كل حياتي. النهاردة فطار أول يوم رمضان، كل سنة وأنتم طيبين وكل الأمة الإسلامية بخير. النهاردة أعمل معاكم وحشي ورق العنب وأعمل معاكم البط. يلا كل سنة وأنتم طيبين، خشوا يا جماعة المقادير. يلا حبايب قلبي سيرش في التعليقات وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني يا جماعة أهو بالمقادير. بصوا كده البطاية دي أنا غسلاها من امبارح ونقعها في مية بخل بسكر، حط ربع كوباية خل ومعلقتين ملح كبار ومعلقتين سكر كبار ونقعها. بس بعد قبل ما يعني اول حاجه غسلتها نضفتها من الريش الصغير خالص اللي بتيجي من عندي، طبعا بتاع الفراخ فارس صغير كده بسيط، نضفتها كويس قوي. ولو انت في ريش مش عارفه تجيبيه بتشيطيها على البوتاجاز، بس هي الحمد لله مش محتاجه تشيط، انا مش مشيطاها ولا حاجه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليها زي الفل. ونضفها كويس وغسلها كويس ونقعتها في ميه بخل بليمون ربع كوبايه خل ليمونتين كبار، دعكت البطايه من جوه من بره بالليمونه كده وسبت قشر ليمون معاها ومعلقتين سكر ومعلقتين ملح كبار برضو، ونقعتها من امبارح لحد دلوقتي. بس دلوقتي شطفاها من الخل والحاجه دي ما شاء الله، بصوا تحس ان ايه خلاص بقت لحمها اصلا طري مش هتغف معايا في السوا. الخل كمان بيساعد في التسويه ويخلي البطه ما شاء الله نضيفه وكل تحتها في التلاجه طبعا. ماشي، وانا معايا دلوقتي المنكهات، معلقه سكر صغيره ورق لورا وحبهان وقرنفل احط في الشوربه. ماشي، وده كده بصلايه اربع ارباع وجزرتين وطايه كده، حط اول ما تغلي غلاسة التوابل دي اللي ورا اللوري والحبهان والقرنفل والسكر عشان السكر ده بيساعدها في التسويه بسرعه، والبصل والجزرة ووسقه البطايه، واسيبها مع نفسها. وشوف بقيه الفيديو بتاع النهارده. طبعا كل سنه وانتم طيبين، اول يوم رمضان ويومنا طويل النهارده، وكل سنه وانتم طيبين ويقعدوا على الليل ايام بخير يا رب. واستنوني بقى ايه، ما تمشوش يا جماعه، خليكم كاملين معايا الفيديو ده كده يا جماعه. الرز اهو الخضره عشان طبعا البط يعني لازم جنبيه محشي، نعمل النهارده محشي طبعا. ايه انا ما انا خدت الرز كده بعد ما غسلته ورشيت عليه حبه توابل كده بسيطه، والخضره مغسوله ومستفيه كويس. طبعا انا عامله كميه عشان انا بعمل ايه يعني بعملها، انا احشي النهارده واحشي لبكره برده، بس مش احشي الا بكره ان شاء الله باذن الله عشان الاصابع. بس انا عشان هعمل ايه ورق عنب وهعمل كروم. طبعا احنا عملنا انا معاكم تسبيكه قبل كده، مش داعي يعني نجيب تسبيكه. التسبيكه بتبقى عباره عن بصل وقوطه وثوم وتوابل بقى، توابل خلطه المحشي وكده يعني. انا اقلب كده انا مسبكاها ونشفها زي ما انتم شايفين كده. انا كده سايبه ميه البط بس ايه تغلي، اول ما تغلي اوريكم بقى اما قصه البط هعمل ايه. انا حاطه في تسبيكه زيت وسمنه، بس انا بقى عشان ايه تبقى خلي المحشي بتاعك مفلفل وجميل، معلقه زيت كده تاني كده بتقلبي. بصي بصراحه عشان الكميه كبيره انا ايه هقلب بايدي كده، وحبه شطه كده تاني عشان غير ايه عايزين المحشي مشطشط. طبعا يا جماعة دي مغسولة وزي الفل. ماشي، هقلبه كويس وارجع لكم بقى وانا بحشي ان شاء الله. بصوا يا جماعة انا كده ايه، انا خدت ورق العنب بقى ايه بشيل عنقود واحده واحده واحده، بس اخر واحده هي اللي ايه برصها. انا عملت كل ده بس الحمد لله المقطع اتقطع معلش. بصوا كده عشان يبقى سهل معايا على الحشيه، بجيب ورق العنب كده. طبعا في ناس كتير بتعرف تعمل ورق عنب، وفي بنات لسه داخلين في المطبخ مش عارفين. دي الناحيه الناعمه اهي ورق العنب، ودي الخشنه. تيجي عند الخشنه كده تحطي حبه صغيرين خالص من الخلطه بتاعتك كده، وتقفلي بايديكي على الصباع. بصي يعني بتلمي كده كل الايه
بصوا يا جماعه، ده صباح تاني اهو، حبه محشي صغيرين، بتلم عليها الورق كده كده كده، بالراحه بقى كده. هو زي الكرنب بس ايه، يعني عشان في حاجات ايه اللي خارجه دي كده، دي عشان ورقه صغيره بس صباح صغير، بس عشان الورقه اصلا حجمها قد ايه صغيره. لو انت حابه تحطي لحمه مفرومه في الخلطه دي مفيش مشاكل، حطي لحمه مفرومه، بس انا يعني عادي، يعني انا كده كده عامله جنبي بط فمش محتاج لحمه مفرومه ولا حاجه. بس انا هوريكم برده مع ورقه كبيره، بس كده تجيب الورقه كده اهو كده، تلمي كله، حاولي تلمي كله كله وتدخلي كده كده اهو، بس بعد اقفل من ناحيتين ولا مكان ولا اي حاجه. ماشي، وانا اوريكم برضو ايه اللي انا هعمله في ارضيه الحله. انا بحشي دلوقتي بس كده، دلوقتي كده اهو، واوريكم برضو عامله ازاي. بصوا كده ايه، سهل عليا شايل العنقود، سهل عليا كأن رص ورق كرنب عادي. ماشي يا جماعه اهو كده، اه يا جماعه ده انا بحشيه بقى، احطه هنا عشان في الاخر ارص براحتي. بص يا جماعه انا عماله ايه بعيد وازيد فيه عشان في ناس كتير قوي انا بالنسبه لها صعب اهو، يعني كل حته تلاقيها طولك خارجه كده بتلم كده بصباعك كده كده كده، تنضفي بقى ولا تخلي رزيه عليه ولا اي حاجه، مش يبقى نضيف كده. هو ده الكمية اللي انا عملتها وبعمل اهو تاني. طبعا بقى كده ايه، خلاص الكمية عم ناقص بعضها كده، دي ورقة كبيرة اهي، بصوا اللي انا بقولك عليها، دي بقى كبيرة كده، دي يعني ايه في الشكل تبقى اشيك اهي، لو انت عايز تقصيها اتنين مفيش مشاكل. ماشي اهي كده، فكده هخلص الكميه وارجع لكم تاني حبايب قلبي. ماشي، بصوا يا جماعه ادي الميه غليت اهيت، سقطت فيها الورق اللورو والحبهان والجزر والقرنفل وعاد السكر كده. انا هحط بس البطايه كده، انا حطيت البطايه اهو، بس حطيتها ايه على وشها ناحيه الصدر الاول عشان دي المنطقه السميكه، يعني في البطايه بتاخد وقت شويه. انا هحطها واول ما تغلي وتطلع ريم ولا اي حاجه انا هشيله. ماشي، ومتستوي هوريها لكم. مش حبيب قلبي يا جماعه، انا خرطت كده بصلايه ترانشات كده زي كده حلقات، وليمونتين حلقات زي كده. ماشي، ودي كميه ورق العنب اللي انا حشيتها، وخدت هنا عنقود الورق العنب كده حطيته هنا في القعر. بس انا هعمل ايه كده، بصوا يا جماعه ايه، بص بقى ايه رصه طب تعجبك في حله. مش انا هرصها كده، بص الكميه بتاعتها بسرعه كده، وارجع لكم تاني حوالي. بصوا يا جماعه كده، انا هي انا حطيت قرنين فلفل على وش حله الورق العنب بعد ما رصيتها، ومعلقه صلصه كده، وانا نزلت الشرب اهو. وكده بقى هولع عليه استوي. ماشي حبيبي، ووريكم بقى طريقه التقديم في الاخر، ووريكم انا عامل ايه. ماشي حبيبي، وبكده يا جماعه تكون المحشي خلص اهو. بصوا ما فيش صباح افك منه ولا اي حاجه ما شاء الله عليه، والبطيه اهي حمرتها هطلع على عيد سلمى دخلتها الفرن بعد ما اتسرقت، وعملنا كده محشي كرنبي جنبي كده. وكده يا جماعه تبقى سفره رمضان بتاعتنا اكتملت، وكل سنه وانتم طيبين. وعملت البلح كده جنبيه، وهنفطر بقى. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وكل الامه الاسلاميه بخير. يلا اسيبكم بقى في رعايه الله، نفطر بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبكده يا جماعه تكون المحشي خلص اهو. بصوا ما فيش صباح افك منه ولا اي حاجه ما شاء الله عليه،
والبطيه هي حمرتها حطيتها على معلقه سمنه دخلتها الفرن بعد ما اتسرقت، وعملنا كده محشي كرنب جنبي كده. وكده يا جماعه تبقى سفره رمضان بتاعتنا اكتملت، وكل سنه وانتم طيبين. وعملت البلح كده جنبيه، وهنفطر بقى. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وكل الامه الاسلاميه بخير. ويلا اسيبكم بقى في رعايه الله، نفطر بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.